برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زين رئيسة مجلس النواب، عقد المجلس جلسته 29 من دور الانعقاد السنوي العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس، والتي عقدت عن بعد. وفي مستهل الجلسة أعربت معالي رئيسة مجلس النواب عن خالص التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، سائلة الله عز وجل أن يحفظ الوطن الغالي وقيادته وشعبه الوفي، كما وتقدمت بالتهنئة إلى عمال البحرين الذين سيحتفلون في الأول من مايو بيوم العمال العالمي، وذلك التهنئة إلى العاملين في ميدان الصحافة البحرينية بمناسبة اليوم العالمي للصحافة الذي يوافق 3 مايو من كل عام، ومؤكدة الدعم النيابي للعمال والصحفيين. عقب الجلسة أدلى سعادة المستشار راشد محمد منجمة الأمين العام لمجلس النواب بالتصريح التالي: عرض المجلس الرسائل الواردة من صاحب السمو الملكي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر بخصوص مشروع قانون بالتصديق على النظام الأساسي مركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي، وقرر المجلس إحالة المشاريع للجان المختصة. كما وافق المجلس على طلبات اللجان النيابية بخصوص طلب تمديد للفترة المقررة لتقديم التقارير حول بعض المواضيع المحالة إليها. بعدها ناقش المجلس تقرير اللجنة النوعية الدائمة للمرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، وقرر المجلس الموافقة على المشروع بقانون وتمت إحالته إلى مجلس الشورى. نحن اليوم نناقش مشروع العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، المشروع الذي يعد نقلة تاريخية في مملكة البحرين لما يتضمنه من حصر كل احتياجات الطفل وحمايته وضمان التعامل معه وإصلاحه ومحاكمته. الشمولية هذه تهدف إلى حماية الطفل وضمان تهيئته تهيئة صحيحة، وذلك إيمانا من المملكة العزيزة أن الإنسان هو أساس تنمية المجتمعات. المنظومة أتت لتأتي بمحاكم إصلاحية كبرى وصغرى، بلجان قضائية للطفولة، بمركز حماية الطفل.